ده حجر أساس الرصف السكري لبعداء الثورتين 25 يناير 30 يونيو اللي يتم وضع الحجر أساس له يوم الاثنين. رئيس الوزراء اتفضل بوضع الحجر الأساس. يبقى عبارة عن إيه النصب ده؟ عبارة عن منشأ ديكوري، يعني يتم وضع جميع أسماء الشهداء فيه وتبنيهم والمحافظه والدوله تبنى حقهم والكلام ده. هينتهي تنفيذه امتى؟ فجر اليوم، عشان الافتتاح بعد بكره الاثنين يوم 8/12.